مساء الخير يا فندم. تحب تشرب ايه؟ انا عايز واحد شاي الاصيل لو سمحت. تمام، بس اشمعنى شاي الاصيل؟ اشمعنى شاي الاصيل؟ اقول لك ليه شاي الاصيل. لان شاي الاصيل متنقي من احسن مزارع شاي في العالم، لان شاي الاصيل بيعدل مزاج اي حد محتاج يعدل مزاجه. انا هحكي لك، تخيل معايا كده، يعني انت مثلا قاعد مع خطيبتك وهي منكده عليك عيشتك. انا مش بتكلم معاك، انت بتتكلمش معايا ليه؟ بصي وبس ليه يعني؟ اتكلم. ايه التناحه دي؟ انت كده يعني؟ ايه التناحه دي؟ مش لازم حاجه تعدل المزاج. او افرض مثلا ان انت نايم على نفسك وانت بتذاكر، ده بقى اللي يفوقك ويخليك تذاكر كويس. او افرض انك طالع عينيك ومتضايق، ايه اللي يظبط مزاجك او يظبط مودك؟ هو شاي الاصيل. انا عرفت دلوقتي ليه شاي الاصيل. ماشي يا معلم، طب روح بقى هات لي واحد شاي الاصيل وما ترغيش كتير. ثواني ببعض. شاي الاصيل، اصل الشاي.